طب قولي لي، ده بيسلي وحدتك وانتي قاعدة مثلا الحاجات دي؟ والله تقدري تقولي ان انا ما عنديش وقت في اليوم، ما عندكيش وقت؟ لا ما لاني عندكيش اتعودت وقت. ان انا يعني بيتي طول الوقت، وبعدين عندنا بغبغان. عندك بغبغان؟ عندنا بغبغان، فدوت طبعا ممكن يعمل حواليه، فلازم تنظيف حواليه وتنظيفه ومش عارفة وبيتكلم ايه. ولا بغبغان بس اللي بيعمل بيتكلم اصوات؟ مع بنتي، بيتكسف مني لا، لما يشوفني يعمل كده برجله بيحطها في بقه. يتكسف ليه؟ بس ما عارف ان انا الكبيرة وهي الصغيرة، لما يبقى قاعد معاها يقعد يرغي، يتكلم. انما معايا انا حاطط رجله وكده ويوطي، بس يديني دماغه عشان العب له فيها. تلعب والمهم ان مشيرتي لذيذة قوي. تعرفي صفاء لما اكون واقفه في المطبخ ومش سامعه يعني الاذان، يقعد يصفر لي صفر لي صفر لي صفر لي، ينبهك. ينبهني تعالي يعني الاذان. الاذان غريبه جدا. طب مين اللي اختار يجيب البغبغان، انتي ولا ايه؟ ولا جالك هديه ولا جبتيه لا منين؟ لا، احنا الاثنين اللي حابينه، لان كان عندنا اصحابنا عندهم بغبغان برضو، وبعدين كان بيجي عندنا كتير البغبغان ده. فكان ده كان رهيب. احنا كنا سايبينه وبيمشي في الشقه، كان بيحب بنتي جدا، ويجي يقعد على حجرها وينام لورا كده. كمان ده كان فظيع، ده كان يعني حاجه ده خرافيه، عبقري يعني. ايه ده؟ فظيع. وبعدين يقعد يرقص معاها ومش عارفه ايه، ويروح لما تقفل اوضتها وتنام يروح يقف على باب الاوضه لغايه ما ويقول تصحى. لها جاكو، هو كان اسمه جاكو، يقول لها جاكو، ويعمل كده على الباب، جاكو يعني هو جاكو، يعني واقف انا واقف. واقف مستني. مره بتفتح الباب وكانت هتدوس عليه، بصت لقيته واقف، خدته مثلا تكون في الحمام، يفضل يتمشى في اوضتها، زي عارفه لما واحد يحط ايديه ورا ظهره ويقعد يتفرج على الاوضه، يفضل يتمشى في اوضتها. أما حلوة قوي. كان حاجه غريب. فاحنا جبنا البغبغان بتاعنا وسميناه على اسم جاكو. جاكوك كبير. التاني كان عنده 15 سنه او 16 كان سنه، عجوز بقى، كان عجوز. انما ده وصغير قد كده، حجمه قد كده. والله. ده جبناه بقى وكان بيقعد معاه عشان يعلمه الكلام ومش عارفه ايه. وحر تليق ولا في قفص؟ لا ده في قفص، لانه صغير وطايش، تحسي انه طايش طايش. يعني. ممكن حد غريب يعدي جنبه فيتخض، يروح رامي نفسه يعني. يتخض يعني. طاير كده ورامي نفسه. ما بيكلمكوا بقى، يكلمها يقول لها ايه؟ كلمات زي ايه مثلا؟ يعني يقول اسمه، يقول هات بوسه، يقول حاجات كده، حاجات كده. حاجات انما زي كده قدامي انا ما يتكلمش ابدا، مؤدب. طب ما محترم اهو، يعمل كده ويديني دماغه عشان محترم اهو. بس ما يعملكوش مشكله. انا اعرف ان كان في ناس انا اعرفهم كان عندهم بغبغان، وكان في خناقه بين صاحب البيت ومراته، فصاحب البيت شتم مراته وقال لها يا غبيه، فالبغبغان كل شويه يقول لها يا غبيه يا غبيه. عمل لا مشكله، وكان بيقلد الاصوات. لان انا مره دخلت وراح هو نادى عليا، دخلت من الباب قعدت في الصالون، فراح نادى عليا، هو كان جوه نادى عليا بصوت صاحب البيت بيغير صوته. فانا رديت عليه على ان انا برد على صاحب البيت، لقيته البغبغان بيعمل حركات زي كده. لا بتاعنا ده، لا اللي كان ده هو توفى، لان صاحبه توفى. ما هو كده الاولاني كان لما نصحى الصبح، صباح الخير، بونجور، جود مورنينج، يا سلام. صباح الخير، بونجور، جود مورنينج، كده يقعد يقولها يجي ساعة. واخدة بالك؟ الله حلو. وبعدين أنا كنت أعدي قدامه وأعمل نفسي مش واخدة بالي، أقعد أقول إيه، يا ليلي يا ليلي يا ليلي كده. فهو يخليني مش واخدة بالي، بيقعد يقول إيه، يا ليل يا ليل يا بس بصوت بقى، عارفه منتصر بالله لما كان بيغني زيه. مسرحيه كده يقعد فيشو ويروح ساكت. بس يعني شيء حاجه عالم تاني خالص. حاجه مسليه جدا والله. ومؤدب، بيعمل لك حساب انت. لا بتاعنا مؤدب، بيعمل لي حساب، انما التاني كان بيحبني برضو زي ما بيحب بنتي. هي تدخل مره البيت ابص الاقيها بتطلع من جيبها زحلفه كمان. تدخل مره، عارفه الهامستر دول الفار الصغنون الابيض الصغيرين كده، ايوه، داخله وطلعه لي 2 من جيبها. مره جابت لي قطه يعني. كمان. بس القطه دي ما خليتهاش، بس مشيتنا، لذيذه لان هي. عندي حساس يعني، جابت لي حساسيه قعدت. لا لا ما حبيتهاش. لا ما حبيتيش القطه ولا تحبي الكلاب مثلا؟
لا احبهم عن بعد بس ما ينفعش نربيهم طبعا في البيت ما ينفعش. ما عندناش يعني فيلا وجنينه وكده. لا نقدر نقول ان الحاجات دي كلها بتخلي دايما حياتك حاسه انها مليانه، مفيش فراغ، مفيش وحده، نقدر نقول كده؟ لا لا وحده مفيش وحده طبعا، لان معايا بنتي ومعايا الحمد لله معايا اخواتي الحمد لله. الحمد لله صحيح اكترهم عايشين بره بس ليا اختي ماجدة الكبيره دي عايشه في مصر وعندي اولاد اخواتي كلهم عايشين في مصر يعني فدايما رايحين جايين عليكي. اليوم بيخلص بتقومي يعني قبل ما تعملي طقوس كذا كان حموم او صلاه او طقوس كده يعني واكل ومش عارفه ايه بيخلص اليوم بعد الدور انا بنزل بقى اروح عند اختي. بس بشيرة الفنان معروف ان هو اهم حاجه في حياته او روحه كلها والاكسجين بتاعه الشغل صح؟ طب يعني طب ما بتحسيش انك لما كتير طبعا بتعتذري او مثلا ما بيعجبكيش الشغل او كده بيأثر على نفسيتك يضايقك؟ بيضايقني بس بيضايقني اكتر لما اكون بشتغل حاجه انا مش مرتاحه فيها من كل الجوانب. بيضايقني اكتر. وده حصل انك اشتغلتي في حاجه كنت متضايقه منها؟ لا ما حصلش لاني ما بقدمش على حاجه ممكن اكون متضايقه يعني ابقى واقفه وانا محبطه او حاسه اني ما حققتش اللي انا عايزاه او كده. لا ما اقدرش اقدم على كده يعني برضو ما زلت انا ايه يعني ما فيش اعمال قبلتيها غصب عنك مجرد الشغل وخلاص ما قبلتيش؟ لا مش هعمل كده ابدا. لا ومش هعمل كده حتى لو ما اشتغلتش خالص او قعدت 10 سنين مش هشتغل غير لما اكون مقتنعه انا بقى احييكي والله.